معقولة يا دكتور النضارة ممكن تصلح الحول بالشكل ده؟ اه صراحة يعني انا الصورة دي بالذات في عندي مرضى كتير اللي بيشوفوها بينبهروا، يعني حتى في مؤتمرات بعد المؤتمرات لما باجي اقدمها بيقولوا دكاترة عيون حول، فيستغربوا ان كل الحول ده اتصلح كله بالنضارة، وفعلا النضارة بتصلح جزء كبير من الحول، وبتبقى هي مسؤولة عن مش تصليح الحول، هي مسؤولة عن تصحيح النظر، يعني الطفل ده اللي احنا شايفينها او الطفلة دي اللي احنا شايفينها بيبقى نظرها مش بالدرجة العالية اللي احنا حابينها، بتشوف بس بتشوف 70% 80%، والمخ بيحاول يشوف اكتر، وكل ما بيحاول يشوف اكتر انها تدخل لجوه زي ما انت شايفها قبل النظار. لما احنا نكشف عليها بنكتشف لا ده الرؤيه عندها مش بالدرجه اللي احنا عايزينها كطفله في السن ده، وبنحاول نخليها تشوف احسن، فعشان نخليها تشوف احسن بيطلع موضوع النظاره، احنا مش بنالفه، احنا بنكتشف ان عينيها محتاجه نظاره، ونلبسها النظاره تشوف بوضوح شديد جدا، ولما تشوف بوضوح شديد جدا زي ما مخه يكون فرحان يروح مصلح الحول وتبتدي ان تبقى كويس، بس اول ما تقلع النضاره يرجع تاني الحول، هي دي المشكله يعني، لكن النضاره اه في جزء كبير جدا من الاطفال بتصلح الحول.